حسين إبراهيم مهاجم صريح. طيب كابتن أحمد، يعني وفقا لوضع الفريقين في بداية وانطلاقة الدوري وأيضا بخصوصية هذه المباراة، كيف يعني رؤيتك لأحداث الشوط الأول؟ أنا أتمنى أنه الشوط الأول يظهر به المظهر الحقيقي للمستوى الفني ليرتقي كمدرب محترم مثل حمزة الجمل، وكذلك مدرب يعني ماجد نجم استطاع أنه يظهر بصماته بالنسبة للشوط الثاني مع قوة جوية. هذا الارتفاع بالخططي أو التكتيكي، وشاهد أنه اللاعبين النجف يلعبون بطريقة الملعب. مباراة صعبة، مباراة منتظرة للفريقين، خصوصا وأن الفريقين فريق نفط الوسط باعتباره الفريق الضيف في هذه المباراة، انطلاق شرارة كرة القدم من أجل المتعة والإثارة لألف الدفاعات، لكن القطع الممتاز والتفوق في الكرة الأخيرة. جوفالي، هنا كرة تلعب قاطية، عادت حسين يونس والمحاولة عند معين من هذا المكان، يا معين لا تأتي لهذه ولا مثلها، وهذا طيع أن نصل إلى درجة الامتياز في النجاح. كرة تلعب الآن، محاولة تصل محمد صالح ابن نفط الوسط الذي خرج من مدربا للنجف، كرة تلعب مرتدة رائعة الآن لمصلحة نفط الوسط، تقدم على مستوى الجهة اليمنى، مشكور ينقل كرة، هدفه الأول الآن والعارضة تعترض، الميد هل كان في موقف متسلل؟ نعم، تفوق فابريس أوغوبوتشو توغولي، تفوق على الأثيوبي يبحث عن سميل الوجيه، كرة خاط، قد يأخذون هدفا مبكرا من أبناء الغزلان، وهنا التسلل 13، هنالك 12 لقاء سابقا وهنالك كرة، وهذه محاولة من الوجيه في انتظار أن ترسل إلى منطقة الجزاء، يخرجها ومكان سيمبالي يلعب كرة، حسين فلاح سريع، 13 مشاهدين الكرام ما بين الفريقين، الغلبة للنجف بخمس انتصارات وثلاثة للنفط الوسط مقابل أربع تعادلات ما بين الفريقين، هذه كرة تلعب مكان، يا عيني هي النقلة، ولكن مر بشكل رائع والعبور الرائع من محمد صالح، لم يكن الكرة عليها الوجيه، مكان، الله بن عريف، ولا زالت والمحاولة عند من، الكرة تبعد في الأخير من جيوفالي ليبعد الخطر، مكان سيمبالي الوسط الملعب بوجه لاعبي فريق نفط الوسط، هذه محاولة وهذا خطأ. هنا الكرة التي نقلت وهاني شاكر في انتظارها، نعم وأبعدها، كرة اصطدت، تعادل الفريقان الآن، من سيحقق الانتصار في ظل هذا الوجود لمحمد طارق؟ كرة لعبت من معين والوقف الآن، تنقل كرة عالية، الله 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 الله، أراد أن يفرح الجمل وحمزة لم يكتب له فرح في هذه الكرة، أراد أن يفعلها هذا حسين إبراهيم وليس محمد، حسين يونس يتقدم، حسين يونس بالسرعة مر من خيري، سقط خيري، ينقل كرة عالية، حسين إبراهيم هاني هاني لقطة هنا، هنا حسين يونس نقلها إلى إبراهيم، إبراهيم مباشرة إلى المرمى، والآن الصافرة من محمد طارق، حسين فلاح الكرة عالية، ما في مكان حسين يونس ينتظر محمد صالح بالحل فردي إلى حسين فلاح في انتظار عرضية، العرضية واصلة وسيطلق الصافرة، الهدف الأول للغزلان، أم رد من هاني شاكر يعرف أم يعلم كريم، هدف في الزاوية التي ذهب إليها هاني شاكر، ولكنها مرة أخرى لمصلحة كريم بن عرف، أجواء رائعة، أجواء جميلة، والمحاولة عند حسين فلاح، يمر إلى بن عرف في مكان، هذا وقت الهروب من الزحمة من جانب لاعبي فريقي معين أحمد، الوجيه هل هو الذي ينفذ؟ يتركها حسين فلاح يعرضها، والرأسية حاضرة، وجماهير النجف الفرحة الراقصة المنتصرة إلى الآن، نجفنا عشقناك بدون ألقاب وكؤوس وجعلتنا نمشي، هنا محاولة، يا ريت لو أكملنا فيكم التركيز، وكرة علي قاسم من في انتظارها، سيرهنج محسن هل تهتز شباكة من هذه الكرة عالية ملعوبة، والزاخر محمد صالح ينتظر فراغ ليسدد، الله 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 الله، هذا الفريق الأم، هذا العشق، هذا المعشوق، وهذه الكرة التي وصلت إلى شباك هاني، هذا محمد صالح وليس محمد قاسم.